لاعبين ستة لاعبين كله بالطريقة هذه. إذا أنت عندك الرغبة بالعكس في الصيف تقدم اختباراتك. الله يعطيك العافية. الهلال عندك الشباب عندك النصر. طيب عادي أسأل كابتن. تفضل. أعظم مدرب. يلا سريع مش درب فريق التايم. والله شوف ما أقدر أظلم مدربين كثير بصراحة. عندك صوت شباب. عندك كارلوس عندك كارلوس بيلاردو الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 86 مع مارادونا. عندك سكوليو في إيطاليا عندك كوزمن عندك بوسيرو. أنا شوف الحمد لله استفدت من كل مدربين. لاعب ناجح والذكي انا حاولت دائما كل مدرب اخذ منه شيء اسمع استفيد منه يعني. كل مدرب حاولت استفيد منه وعندي باكج كامل اخذت انا دورات تدريبيه لكن ما ابغى ادرب صراحه التدريب صعب لكن استفدت من كل مدرب دربني كل واحد اخذ منه شيء هذا مدرب هجوم ياخذ منه حاجه من هجوم هذا مثلا دفاع هذا كذا تكتيكيا لهذا تحاول تستغل في مسيرتك الرياضيه تستفيد من كل مدرب لعبت مع مدارس مختلفه المدرسة البرتغالية الإسبانية البرازيلية الإيطالية كل المدارس واللاعب الذكي علاش تنجح مثلا في التدريب بعد مثلا تخلص كورة لأنك عندك أنت عندك سي في كامل عندك خبرة كاملة في العقل الباطن عندك مخزن تكتيك المدربين كلها وهذه مهمة جدا اللاعب لينجح اللي يبغى يكون مدربة ومعاه الشغف أنا مثلا تقول لي درب ما أبغى أنا مثلا اللي تساويني أكثر هو مدير رياضي مدير رياضي هو اللي ينظم النادي هو اللي يكون بين المدرب ورئيس النادي هو حلقة الوسط حبيبي المايك بس المايك شوي محمد